هو كانت. كانت قال عندما نقول الإنسان هو المحور، يعني من الناحية النظرية لابد ماذا؟ أن يقتنع نظريا، ومن الناحية العملية لابد أن يقوم بالعمل بملء اختياره وحريته. عند ذلك يكون العمل أخلاقيا ضمن ضابط كانت، أليس كذلك؟ هذا قلنا بعد فيما سبق. هنا قلنا بأن الاتجاه التقليدي أشكل على من؟ على هذا المعيار بإشكالين إذا تذكرون. الإشكال الأول قلنا إشكال عقائدي وعقدي، وهو أنه في النتيجة أنتم تقبلون أن الإنسان مخلوق لخالق أو ليس بمخلوق، أي منهما؟ فإن قلتم أنه مخلوق لخالق كما أن كانت يعتقد أن هذا الإنسان ليس مولود من الطبيعة وإنما مخلوق للإله، إذن إذا صار مخلوقا فهو مملوك له، وكيف يحق لأحد أن يتصرف في ملك مالك آخر؟ هذا الإشكال قلنا إشكال عقدي. أما الإشكال الثاني الذي هو بحثنا لهذا اليوم، هذا الإشكال من أشكل به؟ أشكل به الاتجاه التقليدي على الاتجاه الحداثي الذي يقول، ماذا كان يقول الاتجاه الحداثي؟ كان يقول أن الإنسان لابد أن يكون من حيث العمل حرا في الاختيار، ومن حيث النظر هو يعتقد ويقتنع بعقله أن هذا صحيح وأن هذا ليس بصحيح، لا أن تأتي عوامل خارجية من الدين والدولة والسلطة والمجتمع والفرد الآخر ويقول له هذا صحيح أو ليس بصحيح. بعبارة سقراط، سقراط عنده يقول لا يكون الفيلسوف فيلسوفا إلا بركنين. الآن الركن الأول خلوه إن شاء الله يأتي بعد ذلك. الركن الثاني كان يقول ألا يقوم بعمل إلا إذا هو امتحنه بنفسه، وإلا إذا قام بعمل أو اقتنع بأمر لم يجربه بنفسه فليس بفيلسوف. إذا أريد أقرب هذا المطلب إلى ذهن الأعزة، من قبيل الطفل عمره سنة سنتين لو ألف مرة تقول له أن النار محرقة يقبل منك أو لا يقبل؟ متى بعد لا يقترب من النار؟ إلا إذا وضع يده على النار فاحترقت إيده، بعد يقترب أو لا يقترب؟ يقول الإنسان إذا أراد أن يكون فيلسوفا ينبغي أن لا يقتنع ولا يعمل إلا بما امتحنه بنفسه، وهذا يغلق باب التعبد الديني. خلص لماذا؟ لأنه أنت الآن تعتقد آخرة وجنة ونار إلى آخره، تذكرون فيما سبق أشرنا إليه هذين إذا اعتقدون جربتها أو لم تجربها، ها؟ ولكنه تتعبد بقول آخرين. وطبيعي، هذا الإنسان طبيعي، وقلنا بأن الحياة لا تقوم إلا على هذا الأساس، على أساس التخصص، وميزنا بين التخصص وبين التعبد. على أي الأحوال يقول من فمك، الاتجاه التقليدي يقول لمن؟ للاتجاه الحداثي. يقول من قواعدك ومن مبانيك ماذا؟ أحكم عليك وأنقدك وأشكل عليك. أنت تقول لا بد للإنسان لكي يكون الفعل أخلاقيا تكون عنده قناعة من ذاته نظريا، وأن لا يوجد أي عامل خارجي يفرض عليه العمل فيكون حرا مطلقا. هنا يقول الاتجاه التقليدي للاتجاه الحداثي، الكبرى صحيحة ولكن الصغرى محل إشكال وتأمل. يقول كيف؟ يقول أنت قلت لنا وبينت في العلوم الإنسانية وفي علوم النفس
أن الإنسان متأثر بماذا؟ بمحيطه، ببيئته، بأساتذته، بتربيته، إلى آخر القائمة مولانا، بحوزته، بمؤسسته، بطبقته الاقتصادية، بطبقته الفكرية، بطبقته الثقافية، بالمكان الذي يعيش به، بالدولة التي يعيش فيها، في النظام الذي يحكمه. هذه تشكل شخصية الإنسان أو لا تشكل؟ تكون شخصيته أو لا تشكل شخصيته؟ ولهذا أنت انظر إلى الطفل مولانا يعيش في عائلة ضمن هاي الثقافة، فعندما يكبر يختلف عن ذلك الطفل الذي تربى في ثقافة أخرى في قناعاته وفي سلوكه الخارج. فأنت عندما تقول لنا لابد أن يكون نابعا من ذاته، وين المصداق؟ وأن يكون حرا، لا يكون حرا، لماذا؟ لأن السلوك والتصرف والعمل نابع من ماذا؟ من القناعات النظرية والعقلية. فإذا كانت تلك ها ما هي متأثرة من الآخر، التفت لي، خصوصا إذا أضفنا عليها نظرية فرويد في الوعي ولا الوعي أو الشعور ولا شعور. أهم ركن من أركان نظرية فرويد هذا المعنى، علم الأديان فرويد مولانا، إن أعظم اكتشاف لفرويد كان في كشفه ماذا؟ منطقة اللاوعي، اللي هي التي تسيطر على وجود الإنسان وتحكم ماذا؟ كل اختياراته وتصرفاته. وهو يتصور أنه حر أو ليس بحر، هو يتصور أنه حر، ولكن هذا وهم، لأنه محكوم بماذا؟ محكوم بمنظومة المعارف التي تربى عليها وعلم وإلى آخره، حيث أضاف بعدا جديدا لحقيقة الإنسان لم يكن معروفا، ولعل اكتشافه منطقة اللاوعي أو لا شعور التي تجمع الغرائز هي تحديد دقيق إلى آخره، هي التي تحرك ماذا. وأنا بودي إذا أمكن شوفوا انظروا أعزائي، إذا تذكرون فيما سبق قلنا هاي منطقة الوعي، لا وعي إيش قد حجمها؟ قلنا 90% 95%، ومنطقة الأنا الشعور أو الوعي ما هي؟ 5%. انظروا مولانا، هذه كلها منطقة اللاوعي، ها؟ هاي منطقة الوعي، هاي الصغير، فهو الذي يحرك هاي منه؟ الذي يحرك هاي منطقة الوعي منه؟ هذه، ولكن هو يلتفت أو لا يلتفت؟ يقول أنا بقناعاتي، قناعاته منين متشكلة؟ متشكلة من هذه، هذه 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 اللاوعي منين متشكلة مولانا؟ من البيئة والتعليم والتربية والأستاذ والصديق والعائلة والمدرسة و خصوصا إذا أدخلنا نظريات ابن خلدون، البيئة الجغرافية وإلى غير ذلك. فيقول له أنت عندما تقول، التقليدي يقول لمن؟ للحداثي، يقول أنت تقول أنا لابد أن أكون حرا في قناعاتي، أين الحرية؟ فأنت دا تعمل بتوجيه أو بالغير توجيه؟ الجواب يوجد هناك من يوجهك، ولكن في 90% من الموارد تلتفت إلى الموجه أو لا تلتفت؟ وإذا جئنا إلى، التفتوا جيدا، وإذا جئنا إلى المنظومة الدينية أيضا نجد هذا المعنى، كل مولود يولد على الفطرة. الرواية تشير إلى بعض المصادق تشير فقط إلى العائلة، فأبواه يهودان ينصران يمجسان، هذه إشارة إلى مصداق، مثال، نموذج مولان، وإلا مو فقط العائلة فأبواه مرة أبواه، مرة ماذا؟ أصدقاء، مرة ماذا؟ الحوزة العلمي،
مرة ماذا؟ الجامع، مرة ماذا؟ الانترنت مولا، مرة ماذا؟ مواقع التواصل وهكذا مولا، كل هذا داخل على الخط. ود توجهك ولكن أنت تعلم أو لا تعلم؟ لا تعلم. إذن نحن إشكالنا الاتجاه التقليدي يقول للاتجاه الحداثي، نحن إلى الآن عندما تقول أنا لابد بقناعاتي وأكون حرا، تستطيع أن تعرف لي هذا أناك منه؟ هذه أناك منه؟ عرف الأنا. فعندما تعرف الأنا لي، عند ذلك سيتضح أنه أنت بقناعاتك لو بمنظومة ماذا؟ بمنظومات التأثيرات الأخرى. إذا قبلت هذا المعنى، التفت جيدا، إذا أنت موجه شئت أم شنو؟ أبيت. صحيح لو مو صحيح؟ أكو شيء دا يوجهك في حركتك في حركتك الفكرية وفي حركتك العملية، موجه أو غير موجه؟ موجه. فإذا كنت موجها فإذا الإنسان لكي يقوم لكي يعتقد بشيء أو يعمل بعمل يحتاج إلى موجه. وأين وأي موجه أفضل من الحق تعالى ومن الله في الدين مولا؟ التفت، أنت مرة تقول لا أنا بغض النظر عن أي شيء دا أكون قناعاتي وسلوكي، أقول عند ذلك حق وياك. أما أنت دا تفعل ذلك أو لا تفعل؟ لا تفعل. إذن دا يوجهك أحد. هسه الآن الأفضل أن يوجهك المحيط أو يوجهك الله؟ تقول أين الله؟ يقول هذا الدين. وظيفة الدين ما هي؟ ما هي الوظيفة الأصلية للدين؟ يعلمهم ويزكي. هذا إشكال من؟ إشكال التقليدي على الحدث. ولكنه هذا الإشكال سوارد على الحداثيين أو ليس بوارد، إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة سيتضح بأنه الحداثي ما عنده إشكال فيها. فقط انتظروا قليلا حتى، ولكن أنا أريد أبين إشكال التقليدي على الحداثي الذي يعتقد أنه، إذا تذكرون في الاتجاه التقليدي قلنا يعتقد بأن العقل يستطيع أو أن العقل يحتاج إلى مكمل. في الأبحاث الأولى قلنا الفارق بين الحداثي والتقليدي أن الحداثي يقول المدار على ماذا؟ على العقل. التقليدي ماذا يقول؟ يقول العقل بما هو عقل من غير مكمل وهو الواحي، قادر أو ليس بقادر؟ ليس. هذا بيناه. الآن يطبقه هنا، يقول الآن اتضح لك أن الإنسان شاء أم أبى موجه. هسه موجه من ماذا؟ من المحيط والبيئة والثقافة والأستاذ والصديق والمواقع الإلكترونية إلى آخره، أليس كذلك؟ وأنت قبلت هذه أصولك في علوم الإنسانية والنفسية، هذه نظرية فرويد لك. فإذا كان الأمر كذلك إذن أنت تحتاج إلى موجه أو لا؟ نعم، أنت تصورت إذا لا يوجد موجه خارجي ملتفت إليه فأنت حر، لا ليس كذلك. هناك كثير في الأحيان يوجد موجه التفت ولكن أنت ماذا؟ لا تلتفت إليه. ما أدري واضح الإشكال والملاحظة التي يذكرها التقليدي على ماذا؟ على الحداثي.